نكمل دلوقتي بقية محاضرة الأنكزايتي. احنا كنا شرحنا الجزء الأول، نعمل ريفيجن سريع كده، وأنا بحاول بس على قد ما أقدر مخليش المحاضرة وقتها كبير عشان ما حدش يتخض من عدد دقايق الفيديو ولا كده. فهنعمل ريفيجن سريع كده عشان المحاضرة دي مهمة والله، وهيجيلكوا عليها أسئلة كتير، ممكن يجي نص امتحان عملي منها. احنا شرحنا في الجزء الأول، شرحنا أول حاجة قلنا عنوان المحاضرة الديفينيشن بتاع الأنكزايتي هو الانتسيبيشن للفيوتشر ثريت، أما الفير هو خوف من بيرسيفد imminent ثريت، imminent اللي هو دلوقتي يعني حاجه حصلت بالفعل فانا خايف منها. وقلنا ان الاثنين دول بيحصل بينهم اوفرلابنج، بس بنفرق بينهم ازاي؟ ان الفير بيبقى معاه اوتونوميك اراوزل، يعني بيبقى فيه سمباثيك ستيميوليشن للفايت اور فلايت، اما الانكزايتي بيبقى معاه ماسل تنشن وكوشن. تمام، شرحنا مع بعض شويه انواع اللي هم اول كام نوع كده لحد الجنرالايز انكزايتي ديسوردر. هناخد بقى ايه ماشيه ساعه كده على كل نوع. اول حاجه سيبريشن انكزايتي ديسوردر، مين مننا ما جربش الفراق؟ يعني مين مننا ما جربش الفراق وعارف قد ايه الحاجات اللي ممكن تزود القلق عند الفراق؟ فاحنا هنقول ايه، قلنا المهم في الحته دي بقى ايه، ان احنا ناخد ثلاثه من الثمان حاجات اللي معانا. ماشي، هنا في سيبريشن ثلاثه، ثلاثه بس من الكرايتيريا اللي معانا هم يثبتوا ان ده سيبريشن، عشان لو كانوا اثنين بس دوت هنقول بقى ان هم اظهر سبيسيفايد. تمام، اما نخش في باقي المحاضره، لو جاب لي اثنين بس في الامتحان، جاب لي اثنين بس من الثمانية اللي انا حافظهم، اقول ده اظهر سبيسيفايد. تمام، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد اللي خايف حد يبعد عنه، القلق يزيد عنده؟ قلنا ان هو حاجه تحصل له يبعد عن اللي بيحبه، persistent worry about losing major attachment figure او about possible harm to them، حاجه تحصل لهم كمان زي الانس والانجري، حاجه تهدد انه يخرج من البيت، او ان هو يخرج من البيت فعلا او يبعد عن اللي بيحبه، ان هو بيرفض يخرج من البيت لانه خايف يبعد عن الميجر اتاتشمنت فيجر بتاعه، على طول خايف انه يبقى له انه ينام لوحده او ينام بره البيت، على طول بيحلم بكوابيس، على طول بيجي له سيمتوم فيزيكال سيمتومز اللي هي بتاع الانكزايتي زي الهيديك والاستوماك والنوزيا والفوميتنج لما يبعد عن الميجر اتاتشمنت فيجر، او ان البعد عنه يبقى متوقف يعني. تمام، قلنا بقى الحاجات بتاع السكيما بتاعتنا ان الفير والانكزايتي بيخليهم اربع اسابيع او شهر في الشيلدرن وست شهور في الادلت. تمام، قلنا الديستربنس دوت بيعمل سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت، زي ما قلنا السيجنيفيكانت ديستريس هنا انه الفيزيكال سيمتومز، الامبيرمنت في السوشيال والاكاديميك والاوبريشنال اريا ان هو بيبقى رافض يعمل كل الحاجات دي اصلا، رافض يخرج من البيت، رافض يعمل اي حاجه غير ان هو يقل يعمل يعني يتاخد شويه بيهيفيرز كده تخلي الانكزايتي بتاعته تقل. ايه البيهيفير بتاعت ان هو ما يخرجش من البيت، ان هو ما ينامش بره البيت او ما يبعدش عن الشخص اللي بيحبه، ينام في نفس الاوضه معاه، الكلام ده كله. تمام، الحته بتاعت disturbance is not better explained، الحته دي احنا المفروض يعني ايه بتتكرر كتير، فاحنا عارفين الامراض وبنكررها في كل مرض يعني. تمام، السلكتيف ميوتيزم قلنا ان هنا بيبقى فيه فيلير، ان الشخص ده بيتكلم لبلب في اي مناسبه في اي وقت الا لما يبقى فيه مناسبه ومتوقع ان هو يتكلم، وقلنا ان الشخص دوت بيخليه لمده شهر ما عدا الاطفال اول شهر من المدرسه ما بيتحسبش. تمام، قلنا ان الشخص دوت ما بيبقاش المشكله مش عنده مش نقص في المعلومات ولا مشكله في اللغه اللي بيتكلمها، لا هو بيبقى مؤهل كويس جدا انه يتكلم بس بيفشل انه يتكلم. وان قلنا برضو اخر حاجه البيات السكيم، ان الديستربنس دوت مش موضح باي كوميونيكيشن ديسوردر زي الشايلد هود اونست فلونس ديسوردر، ولا بيحصل اثناء الكورس بتاع الاوتيزم سبيكتروم ديسوردر، ولا اثناء السكيزوفرينيا، ولا اي سايكوتيك ديسوردر، ولا اي ميديكال ديسوردر تاني بيفسر المرض ده اكتر من السيلكتيف ميوتيزم. تمام، لقينا الكرايتيريا بتاعته خلاص، مش محتاجين حاجه ثانيه تثبت لنا. بعدين دخلنا على الفوبيا، الفوبيا مش محتاج اي حاجه، الفوبيا يا اما بيخاف من حاجات زي الانيمالز، يا اما بيخاف من مواقف سيتويشن زي الفلاينج، او يا اما بيخاف من اوبجكت زي النيدلز. تمام، او ميديكال بروسيدير بشكل عام يعني. وقلنا بقى ايه السبيسيفيكيشن بتاعتها، قلنا برضه ان هو مش موضح باي حاجه ثانيه، قلنا ان هو الاوبجكت الفوبيك اوبجكت دوت بيعمل عنده فير او انكزايتي، قلنا ان هو الاوبجكت دوت او الفير دوت ما بيبقاش تجاه حاجه متفق عليها ان هي دينجر فعلا، ان هي حاجه خطيره فعلا، لا ده هو بينه وبين نفسه كده، قلنا ان هي لازم تبقى موجوده لمده 6 شهور. تمام، نخش بعد كده على السوشيال انكزايتي ديسوردر، وهو سوشيال فوبيا، وهو نوع من انواع الفوبيا. تمام، بس اللي كانت فوق كانت سبيسيفيك فوبيا لحاجات معينه، دوت سوشيال فوبيا ده سوشيال لاي حاجه سوشيال، عنده فوبيا من او خوف انكزايتي بيحصل له لما يبقى موجود في سوشيال سيتويشن، او زي ما كنا قايلين في الكيس اي سوشيال انتراكشن. تمام، اكزامبل السوشيال انتراكشن ايه، ان هو يعمل كونفرزيشن او يقابل الناس ان فاميليار بالنسبه له وهو مش عارفهم، او يبقى يتبص عليه وهو بياكل او بيشرب، او يعمل حاجه بيرفورم حاجه في قدام الاذرز زي ان هو جيفنج سبيتش
جالكو خطبه يعني، تمام. قلنا النوتس اللي كانت معانا هنا ان الانكزايتي لما بيحصل لازم يبقى موجود في البيبي سيتنج، مش بس اثناء الانتراكشن وذ ادلت، في الاطفال يعني لازم يبقى موجود مع صحابه او قرايبه، مش لازم بس مع الايه، مع الادلت، مع الادلت في السوشيال، في السوشيال كوميونتي يعني، تمام. وقلنا برضه ان الفير الاطفال بيعبروا عنه بالكراينج، ان هم بيعيطوا، ان هم يترعشوا، ان هم جسمهم يسقع، ان هم بيقدرش، تمام. نفس الكلام بتاع السكيما لازم يخليه لمده 6 شهور، بيعمل له كلينيكال سيجنيفيكانت ديستريس وامبيرمنت، ونفس ان هو ما بيبقاش الخطر الفير او الانكزايتي دوت ما بيبقاش تجاه، ما بيبقاش طردي بروبورشن، ما بيبقاش في علاقه طرديه بينه وبين الاكشوال ثريت، ان هو هل ده تهديد حقيقي ولا لا. بعدين دخلنا في البانيك ديسوردر وقلنا ان هو اهم واحد في اللي احنا شرحناه ده كله. ممكن يجيلك 2 كيس في العمل البانيك ديسوردر. البانيك هو ايه؟ البانيك ده ابربت سيرش اوف انتنس فير او انتنس ديسكمفورت، يعني حاجه بتحصل مره واحده كده وبتوصل للبيك بتاعها في دقائق بسيطه جدا، والبيشنت بيحس بحاجات صعبه جدا. لازم قلنا هنا بقى الفرق هنا ايه، ان احنا لازم نلاقي 4 من ال 13 حاجه اللي احنا هنقولهم، واحنا قلنا في السيبريشن 3 وهنا لازم يبقى 4، تمام. ايه هم الحاجات بقى؟ قلنا ان هو ضربات قلبه بتعلى، فضربات قلبه لما بتعلى بتخلي يتنفس بسرعه، فيحصل له شورتنس اوف بريث. فالشورتنس اوف بريث دوت ان هو نفسه يقصر فيتخنق، لما حد يتخنق نفسه، لما حد نفسه بيقصر بيتخنق وبيجي له وجع في صدره، فبيترعش وبيعرق من اللي بيحصل له ده كله. وبعدين بيدوخ من هايبر تاكي، التاكبني دي بتخلي بتعمل بتقلل السي او 2 او بتزود السي او 2 اللي في الجسم، فبيحصل حاجه اسمها سي او 2 ناركوزس، فبيجي له ديزنس وفينت. بيبقى فيه هيت سنسيشن، وبيبقى فيه باراسيزيا اللي هو نامبنس في تخديل، وتنجلينج سنسيشن، دي رياليزيشن، بيخاف يموت وبيخاف يجو كريزي. ودي من اهم الحاجات، ودي اللي جت في الكيس بتاع الامتحان بتاعنا. قلنا ان هو لازم بعد الاتاك ديت بشهر او اكتر يحصل له حاجه من الاثنين، واحده بس من الاثنين دول او الاثنين مع بعض، ان هو يبقى على طول بيفكر ان هو يجيله بانيك اتاك تاني، ودي كانت موجوده في الكيس، او ان هو يموت، او ان هو يتجنن، او يجيله هارت اتاك، او ان هو يفقد السيطره، تمام. رقم 2 ان هو تصرفاته كلها بتتغير، ان هو يافويد اي بيهيفير مش مظبوط تخليه يجيله بانيك اتاك. لو ما عوش حاجه من الاثنين دول، احنا هنقول اذر سبايد اذر سبايد سايكوتيك ديسوردر او انكسايت ديسوردر، وده اللي هنشرحه ان شاء الله النهارده بعد ال سبستانس انديوس، تمام. الاجورافوبيا قلنا ان هو شخص بيخاف يخرج لوحده او بيخاف من الحاجات الجايه دي. هو ده هنا ايه، هنا 2 بس كفايه، 2 او اكتر يعني، بس 2 كفايه ان انا اشخص بيهم الاجورافوبيا. قلنا في البانيك 4، نركز على الحاجات دي يا جماعه والله عشان مهمه. قلنا في السيبريشن 3، هنا ايه الخمس حاجات اللي المفروض ياخد بينهم 2؟ ان هو بيخاف يستعمل بابليك ترانسبورت، بيخاف يبقى موجود في مكان مفتوح او مكان مغلق، بيخاف يقف في صف، بيخاف يبقى بره البيت لوحده، تمام. وقلنا الخوف دوت اللي بيفسره ان هو ممكن بيخاف حاجه تحصل له ان هو ما يعرفش يهرب منها، او بيخاف بقى حاجات زي ان هو يقع لو ادل، لو إلدر، لو حد كبير في السن، او fear of incontinence لو برضه حد عنده مشاكل زي الزهايمر او الكلام ده كله. بس الباقي الكلام اللي كان فيها كان سكيما تقريبا، كان بس بيقول لك ان هو لو احنا شخصنا النوت اللي كانت بتقول ان لو شخصنا الاجورافوبيا دوت لازم، وكان مع بانيك، بنقول ان هو في التشخيص ان دوت الاثنين موجودين، بانيك وبانيك ديسوردر واجورافوبيا، تمام. ندخل بقى على موضوع النهارده وهو الجنرالايزد انكزايتي ديسوردر. جنرالايزد انكزايتي ديسوردر عندنا كلنا مبدئيا يعني، بس مش متشخص لانه ما بيحصلش مور ديز ذان نوت. مور ديز ذان نوت دي كلمه رخمه جدا، وانا ما كنتش فاهمها بصراحه زمان، وقعدت افكر فيها كتير السنه اللي فاتت لحد ما فهمتها يعني. ايه هو الجنرالايزد انكزايتي ديسوردر؟ هو بيبقى حد بيحصل له اكسسيف انكزايتي، انكزايتي شديده او قلق شديد، وقلق وبيحصل دوت مور دايز ذان نوت. يعني ايه مور دايز ذان نوت؟ على بقيه الجمله ان هو مور دايز ذان نوت فور ات ليست 6 مانث. يعني ايه مور دايز ذان نوت؟ ال 6 مانث دول فيهم 180 داي، فيهم 180 يوم. فمور دايز ذان نوت يعني يحصل لما نعد في ال 180 يوم دولت يحصلوا اكتر من 90 يوم، مش اقل من 90 يوم. لو اقل من 90 يوم برضه يبقى اثر فايد انكزايتي ديسوردر، وهنلاقيها بقى دي مكتوبه مثال اكزامبل في الاثر سبسايد انكزايتي ديسوردر. فهنا مور دايز ذان نوت يعني في 6 شهور، 6 في 3 ب 180، 180 يوم دولت عشان الناس اللي ما بتعرفش تحسب، ال 180 يوم دولت بيحصل لازم يحصل فيهم اكتر من نصهم مور دايز ذان نوت. يعني
هو لو 180 يوم يحصل اكتر من 90 يوم. لو حصل مثلا، لو حصل 80 يوم يبقى هو ما حصلش مدة النص، لا هو حصل اقل من الديز اللي في النص يعني، في الفترة اللي معايا. اظن المعلومة وضحت يعني. about number of event of activities، زي بيحس بالوعي ده تجاه ايه، شوية activities كده او events زي الورك او school performance، زي احنا كلنا في الامتحانات كلنا بيجيلنا generalizing statistics، او بلاش في الامتحانات، احنا في الموديولز كلها من اول موديول يبدأ فيها عندنا generalizing statistics. الانديفيديوال بيلاقي ان الموضوع ده صعب جدا ان هو يحتوي القلق بتاعه. تمام، بصوا لنفسكم والله مش محتاج اشرحه يعني. الانكزايتي والوري دوت بيبقى اسوسييتد وذ 3 اور مور ذا فلوينج 6 سيمتومز. هي دي بقى ايه، برضه قلنا هنا 3، يبقى قلنا 3 في السيبريشن، قلنا 4 في البانيك، وقلنا 2 في الاجورافوبيا، وهنا ايه 3 ثانية، جينا 3 ثانية. وبس هنا مهمة جدا ان واحد بس كفاية في الاطفال يعني. لو عندك طفل، جالك لو جالك في الكيس طفل، حد قال لك لحد مثلا قول 16 17 سنه، واحنا بنعتبره طفل يعني، الادلس انت بنعتبرهم اطفال دوت. لو جالك واحده بس من اللي احنا هنقولهم دولت، ده اعتبره كيس خلاص، ده شخصه ان هو لازم يتهد. ايه هما الحاجات ديت دي بقى؟ بصوا لنفسكم هتلاقيها. بيتعب بسهوله، مين فينا مش تعبان اصلا؟ واحنا انا مسجل المحاضره تعبان، irritability قاعد مش على بعضه ومتوتر، muscle tension جسمه مخشب، او جسمه عضلاته جسمه شاده، sleep disturbance ولا بيعرف ينام ولا بيعرف يصحى، difficulty falling or staying asleep يعني يا اما بيعرفش يدخل في النوم او ان هو يخليه ما بيعرفش يخليه صاحي، او ما بيعرفش قصدي يخليه نايم، او ريستلس ما بيعرفش ينام كويس، ما بيبقاش مرتاح، unsatisfied sleep، السليب حتى لو نام 20 ساعة ما بيبقاش مستريح لما يصحى. قلنا كده كام؟ قلنا واحد being easily fatigued، irritability، muscle tension، 4 sleep disturbance، difficulty concerning على طول، طول ما هو في مثلا لو بيذاكر او كده او مفكر في حاجه معينه، المايند جوينج بلانك، دي كانت موجوده في معادله السيمتوماتولوجي عشان نرجع نبص فيها. مايند جوينج بلانك، ارجع بص في معادله السيمتوماتولوجي. لانك زي السيكاتري ماده سهله جدا في مذاكرتها وماده ممتعه والله، بس محتاجه تتلم، مش اللي هو ايه انا لقيتها سهله، لقيت المحاضره سهله ذاكرتها مره خلاص، لا هتتنسي هتتنسي، هما بيركزوا في التفاصيل، فهي سهله لو اتذاكرت. تمام، قلنا بس ان نورمال بترتيب بقى، ريست النس او فيلينج كيد اب اون ذا ايدج، ان هو على طول كيد اب، ان هو مقفول عليه يعني، او واقف على الحافه خلاص هيقع يعني، وعلى طول حاسس بعدم راحه، ايزلي فاتيج، ديفيكالت كونسنتريتنج، ما بيعرفش يركز، والمايند بتاعه جوه بلانك على طول، على طول لو بيفكر في حاجه بيبقى ابيض، الفكره بتروح وما بيجيش مكانها اي حاجه، ايريتابيلتي، ماسل تنشن، ستيب ديستربنس. تمام، 3 من 6. نرجع للسكيما، ان الانكزايتي والوري بيعملوا فيزيكال سيمتومز، والفيزيكال سيمتومز او الفيزيكال سيمتومز بيعمل ايه، كلينيكال سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت في السوشيال والاكويشنال والاذر امبورتنت اريا اوف فانكشننج. هنا الحته دي مهمه، اي حاجه يحط لك فيها امراض ميديكال كونديشن، بص على الميديكال كونديشن، زي الهايبرثايرويدزم، الديستربنس نوت اتريتبل تو ذا فيسيولوجيكال افكت اوف سبستانس زي الدراج ابيوز، ولا الميديكيشن ولا العلاج اللي بياخده، او انذر ميديكال كونديشن زي الهايبرثايرويدزم. كل الحاجات ديت الهايبرثايرويدزم دوت بيعمل كل حاجه هايبر زي ما قلنا في الجزء اللي فات، وبيخلي البيشنت قاعد مش على بعضه ماشي، ويزود البي ام ار، بريزن ميتابوليك ريت، بيعمل حاجات كتير لو ضاف البطن في الاندوكراين ان شاء الله. الديستربنس دوت برضه بقى السكيما نوت بيتر اكسبليند، مش موضح اكتر بقى، نظر منتال ديسوردر زي الانكزايتي او الوري في البانيك اتاك او البانيك ديسوردر، النيجاتيف ايفاليويشن في السوشيال انكزايتي ديسوردر، ان هو ما بيبقاش خايف من، انا عملت مراجعه الحته دي بس مش يعني في اول محاضره عملنا ريفيشن على الجزء بتاع الحاجات اللي فاتت، فمش لازم نقولها كلها بس ماشي، بدينا من سوا. مش خايف من الكونتامينيشن في الاوبسيف كومبالسيف ديسوردر او اذر اوبسيشن في الكومبالسيف يعني، اكتر حاجه بتحصل في الاو سي دي ان واحد بيبقى خايف من الكونتامينيشن او التلوث، عشان كده على طول بيغسل ايده، ودي اكتر او سي دي مشهوره يعني. تمام، مش خايف من السيبريشن في السيبريشن ديزاست ديسوردر، مش خايف من التروماتيك ايفنت ان هو يفتكر التروماتيك ايفنت في البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. البوست تروماتيك ستريس ديسوردر دوت، عشان لو ما كنتوش عندكم فكره عنه، هو حد حصل له تروما عاطفيه، تروما اي حاجه، المهم تروما عاطفيه يعني، وايه وكل وهو بقى بيبقى خايف مثلا من حاجات معينه، ان تفكره تاني مثلا واحد كان بيحب واحده وهي سابته وبتاع، فهم كانوا بيمشوا في اماكن معينه وعملت له بقى نفسيه جامده، ومبقاش يخرج ومبقاش يعمل ومش عارف ايه، فبعد ما بقى كويس بقى يخاف يروح الاماكن اللي كانوا بيروحوها سوا، زي شيرين عبد الوهاب كده اللي كانت طالعه ترند اليومين دول، بيخاف يروح الاماكن اللي كانوا بيروحوها سوا عشان ما يتفكروش بالتروما والعواد اللي عنده ترجع تاني. ده البوست اوتوماتيك ستريس ديسوردر في كلمتين.
ان هو او ان البيشنت بيخاف يزيد ويت في الانوركسيا، وان الانوركسيا نيرفوزا ده المحاضره الجايه ان شاء الله. انا بس مش عايز اشرح لكم كل الامراض عشان يعني مش عايز ازود وقت المحاضره هنا لازم، ماشي؟ بس انا ممكن اعمل يعني في الكومنتات كده قولوا اي حاجه عايزه تتشرح تاني، وانا ممكن اعمل فيديو ريفيجن قبل العملي يلم لكم العملي كله لنفس المحاضرين، لان المحاضره ديت هي البلك الاكبر في العملي. الفيزيكال كومبلين في السوماتيك سيمتومز ديسوردر، او الابيرنس بتاعه في البادي سموفينج ديسوردر. البادي سموفينج ديسوردر مش عارف انتوا خدتوه ولا لسه، بس هو كلمتين انا لو شرحتهم في الجزء اللي فات، ان البيشنت مبقاش راضي عن شكله، بيقول ان هو شكله وحش قوي، وكل ما يبص لنفسه المرايه بيبقى متضايق ومش عارف ايه، وبيقعد يطلب عمليات تجميل وهو ممكن يبقى شكله حلو اصلا، تمام؟ وبيبقى اكتر في الفيميل بس خلاص، يعني ما بيبقاش للديلوجن بليف ولا للسكيزوفرينيا ولا للديلوجن. هنا بقى نيجي لايه، السبستانس او ميديكيشن انديوس انزيمز ديسوردر. السبستانس ديت بتقرفنا في ايه، ان هي الاعراض بتاعتها شبه اعراض البانيك. طب ايه اللي يخلينا نفرق بينه وبين البانيك؟ هنقول دلوقتي. هي بيقول لك الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعتها ان في بانيك اتاك او انكزايتي از بريدومينانت ان ذا كلينيكال بيكتشر، يعني حاله جايه لك الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ان هي في بانيك اتاك، يعني بانيك اتاك لايك سيمتومز، تمام؟ طب ايه بقى الفرق، ازاي نقول ان هي سبستانس، وهنقول في الاخر ازاي نقول ان هي مش سبستانس انتوكسيكيشن، تمام؟ ان بيبقى دايما في ايفيدنس من الهيستوري. يعني دلوقتي ايه، حتى ما كده ما يقول لك قبل مثلا يجي لك واحد جاله شيست بين وهو مخبوط في صدره، طب ما انت اول ما يجي لك شيست بين دوت ممكن تقول ان هو عنده ذبحه صدريه او انجينا والكلام دوت. طب ايه اللي يخليك ما تقولش ان هو عنده ذبحه صدريه؟ ايه اللي يخليك ما تعملوش رسم قلب؟ ان هو ببساطه خالص في الهيستوري بتاعه، الهيستوري 80% من التشخيص. يعني انت لما تاخد هيستوري من البيشنت، الكلام ده تعرفه في البطن ان شاء الله، او اول ما تاخد هيستوري من البيشنت انت عارف 80% من التشخيص. 80% من التشخيص معتمد على الهيستوري بس فقط، الانفستيجيشن 20% الباقيين، لكن 80% الهيستوري. فانت لما تاخد هيستوري منه هتعرف ان هو اتخبط في صدره، فخلاص يعني هو اتخبط في صدره، ده تروما دي يا بقى يا اورثوبيديك يا ديما. المهم ان هي مش كارديو ولا شيست. ليه؟ من الهيستوري. عرفت منين؟ عرفت من الهيستوري. تخيل لو ما كانش اتكلم قال لك بس انا عندي وجع في صدري، شوف بقى كميه ديفرنشال دياجنوستيك الوجع في صدره ده. وجع في صدره دوت ممكن يكون جاي له من جي اي تي سيمتومز، عنده جيرد ارتجاع في المريء، الحمد رجع فعمل له شيست بين، ممكن يكون جاي له كارديو، ممكن يكون جاي له والكارديو بقى ايه عده ما تقولش بقى، يا اما ستيمي يا اما انجينا يا اما بيريكارديال افيوجن كاردياك تمبونات، كل ده وات هي من شيست بين. بس انا مش هدخلكم في محاضره شيست بين عشان برضه ما نضيعش وقت. المهم يعني ايه بنعرف منين؟ بنعرف من الهيستوري، هو يقول لك ان هو بياخد فعلا ماده او دواء، تمام؟ وحصلت بعد ما وقفها او اثناء الكورس بتاعها. الفيزيكال اكزامينشن، لما اعمل له فيزيكال اكزامينشن اعرف ان هو فعلا في مثلا الكليه بتاعته فيه مشكله نتيجه، او الكبد بتاعه فيه مشكله نتيجه الماده اللي بياخدها ديت اللي بتحطها او الدواء اللي بياخده. واللابوراتوري فايندنج، لما اعمل مثلا ايه، لما اعمل يورين اناليسيس لحاجه معينه او بلاد اناليسيس للماده اللي هو بياخدها ديت، الاقيها في الماده، او الاقي مثلا ناتج من نواتج الميتابوليزم بتاعتي، تمام؟ زي الفاندايل مندريك اسيد في الكاتيكولامينز، بس طبعا هو محدش بيتعرض كاتيكولامينز، بس انا قلت اقول لكم مثال للميتابوليزمين. الفي ام سي في اليون بينزل في اليون لو في نتيجه تكسير الكاتيكولامين، يعني لو في دي كانت بتبقى في التيومر بتاع الادرينال جلاند. مالناش دعوه، مش هدخلكم في حاجه كتير عشان ما اغلطكمش. وصلنا لحد فين؟ ماشي، قلنا بقى ايه، ان هو لازم يبقى فيه هيستوري، ده دي نقطه واحده، لازم يبقى فيه هيستوري فيزيكال اكزامينشن او اللابوراتوري فايندنج بتقول ان هو بياخد ماده، تمام؟ والسيمبتومز بتاع الكريتيريوم بي ايه، انا اتعمدت اخد لكم الداتا بتاع الدكتور عشان اللي من الداتا بتاع الدكتور ما يقولش يعني ايه الكريتيريوم ايه. ببساطه جدا ان هي النقطه الاولى اللي هي السيمبتومز بتاع المانيك اتاكس ديت بتحصل ديورنج او افتر او سون افتر، بتحصل اثناء او بعد على طول بفتره قليله. السبستانس انتوكسيكيشن يعني زياده الماده جامد او وقفها او افتر اكسبوجر تو ميديكيشن، تمام؟ الماده ديت لما مثلا يقول لي هو بيتعاطى كوكايين، فانا لما اعرف الكوكايين، لما اسمع كلمه الكوكايين انا ببقى عارف ان الماده ديت كيبل اوف برودوسينج سيمتومز، يعني هي قادره ان هي تعمل الاعراض دي، تمام؟ الديستربنس، نيجي بقى للسكيما، الديستربنس نوت بيتر اكسبليند باي انكزايتي ديسوردر ذات از نوت سبستنس ميديكيشن، يعني بيقول لك ان الديستربنس دوت مش موضح باي مرض سايكاتري تاني غير السبستنس او الميديكيشن انديوس، تمام؟ زي ايه؟ زي الاندبندنت انكزايتي ديسوردر، واللي هو ممكن يبقى ايه symptoms بيسيد الانست. معلش كان في دب هنا قفاني وسبت لنا الاوضه وخرجت، معلش نكمل. قلنا زي ايه بقى الاندمنتال انكزايتي ديسوردر ديت اللي ممكن تبقى ايه نوت سبستانس ميديكيشن انديوس.
ان السيمتومز بتبقى قبل الانست بتاع السبستانس ميديكيشن يوز، قبل ما نستخدم السبستانس ديت، او السيمتومز خليها بعدها لفتره طويله زي حوالي شهر يعني، او ان هي بعد توقيف الاكيوتوس دول دوت افتر ديكليشن اوف اكيوتوس دول، اللي هو مره واحده ان انا اوقف مره واحده، او سيفير انسوفيشن ان انا ادي جرعه كبيره، بيبقى فيه ايفيدنس بيقترح يعني suggesting ال existence of an independent non substance medication induced anxiety disorder، زي ايه؟ زي history، ان انا معايا تاريخ مرضي من العيان، ان هو الدواء اللي بياخده دي بقى اكتر في الادويه يعني، مش هنقول بقى substance drugs يعني، اكتر في العلاج بتاعه، ان هو حتى لما قبل ما ياخد العلاج في history، في تاريخ مرضي بيقول ان هو قبل ما ياخد العلاج كان بيجيله الابسود ديت، او بعد ما وقفه بشهر او فتره طويله خلاه الابسود اللي هي الاتاكس بتاع البانيك اتاكس ديت. يا جدعان ركزوا على البانيك، انا مش عايز احلف ان هيجيلكوا سؤال بانيك في الميد السيمتومز بتاعته هيجيب لك مثلا بالبيشن مش عارف ايه سويت تشيكينج، ويقوم حاطط لك مثلا ايه اي حاجه ثالثه يعني، بس حاجه ثالثه بيحطها لك كده تلخبطك ماشي. مش عايز احلفكم ان هي جايه في الميد، بس هي جات لنا وهتجيلكوا ان شاء الله، هتجيلكوا فانتوا ركزوا عليها. خلاص خلصنا الحته دي كده ماشي. بيقول لك بقى انت ما ينفعش تشخص ال السبستانس دوت، السبستانس انديوست اثناء الكورس بتاع الدليفري. الدليفريوم ديت دليفريوم ودمنشيا، الدليفريوم بيبقى حاله، لا ما تخش في محاضره الدليفريوم عشان مش ليها وقت. الديستربنس نرجع للسكيما تاني، الديستربنس كوز كلينيكالي سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت ان سبيشال اكريبيشنال او امبورتنت اريا. هنا بقى الحته دي مهمه جدا، ليه؟ طب ليه ما بنشخصش المريض دوت انه عنده سبستانس انتوسكيشن؟ يعني عنده اوفر لود للجرعه اللي بياخدها، خد جرعه كبيره فعملت له هي اللي عملت الاعراض دي، او سبستانس وزول بيوقف التعاطي مثلا وهي اللي عملت السيمتومز دي. احنا بنشخص المرض دوت لما السيمتومز في الكريتيرين ايه اللي هي بتاع البانيك اتاك تبقى موجوده في الكلينيكال بيكتشر وقويه لدرجه ان هي تعمل كلينيكال اتنشن، يعني تشد انتباه الشخص اللي بيعالجه يعني. اذر سبيسيفايد انفيد، الحته ديت انا مش عارف هم حاطينها ليه، بس يعني في اصلا سبيسيفايد واصلا نان سبيسيفايد، تمام يعني حاجات مش حاطين لها سبيسيفيكيشن وحاجات حاطين لها، تمام. ببساطه كده قبل ما نخش في نقرا العك اللي موجود دوت، الاذر سبيسيفايد الانزايت ديسوردر ديت هي عباره عن اي واحد من الانزايت ديسوردر اللي فاتت ما بيكملش الفول كريتيريا، يعني مثلا ايه سيبريشن انزايتي وعنده اثنين بس من السيمتومز مش ثلاثه، اجورافوبيا وعنده واحد من السيمتومز مش الاربعه، وبانيك لا بلاش بالبانيك ماشي، البانيك عنده اثنين مثلا مش اربعه، تمام. قلناها مره الاذر سبيسيفايد انزايتي ديسوردر بيقول لك الكاتيجوري ابلايز تو ذا برزنتيشن ان ويتش سيمتومز السيمتومز كاركترستيك اوف ان انزايتي ديسوردر كوز كلينيك اللي هي بتعمل كلينيكال سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت في السوشيال اوكيبيشن ولا اذر امبورتنت اريا اوف فانكشننج بريدومينانت، بس مش دونت ميت ذا فول كرايتيريا، فول كرايتيريا مش دونت ميت ذا كرايتيريا، فول كرايتيريا مش كامله، تمام. of the disorders in the anxiety disorder diagnosis class اللي احنا خدناهم كلها، تمام. الاذر سبيسيفايد دول بيستخدموا لما الدكتور او الكلينيشن بيلاقي سبب معين يقدر يربط بين البرزنتيشن والسبب ده، تمام. عشان الان سبيسيفايد بتشخص لما الكلينيشن ما بيلاقيش سبب معين، ما مش لاقي سبب للاعراض اللي عنده اصلا، تمام. The specific reason that the presentation doesn't meet the criteria of any anxiety disorder. The other specified anxiety disorder category is used in situation in which the clinician chooses to communicate بيقدر يوصل بين السبب specific reason سبب معين جاب خلى البرزنتيشن دوت ما يكملش الكريتيريا بتاع any specific anxiety disorder. ايه الامثله هنا؟ this is done by recording other specified anxiety disorder، بنكتب في الشيت بتاع البيشنت عنده other specified anxiety disorder. مش عارف انت شفت الشيت ولا لا، بس انا سمعت ان انتوا كنتوا بتنزلوا يعني السنه اللي فاتت الاستقبال، لو نزلتوا الاستقبال يا جماعه خلوا حد من بتوع الامتياز يوريكم بتملوا الشيت ازاي، عشان ده شغلنا كله ان شاء الله في الامتياز، كله شغلنا عباره عن ان انت بتملى الشيتات بتشيت يعني ماشي، او مش كله يعني، وشغل النواب والله شغل الجناير اول سنه في النيابه بيعملوه، خلوهم يعملوا كده نشوف اي مسؤول. This is done by recording other specified anxiety disorder، بنكتب في شيء other specified anxiety disorder followed by specific reason، لازم ندعو بال specific reason. زي ايه؟ زي generalized anxiety disorder not occurring more days than not. احنا قلنا ان هو ال generalized anxiety disorder، وانا لفت انتباهكم وانا بقولها، ان هو لازم يحصل more days than not لمده ال 180 يوم او 6 شهور اللي معايا. جالك patient وقال لك ان السيمتومز خلتها عنده على طول، او انت تابعته 6 شهور
وعلى طول الست شهور دول حصل 70 يوم بس. ده ان سبيسيفيك اللي هو بقى سبيسيفيك، ده السبيسيفيك ريزون اللي هو نوت اوكرينج مور دايز ذان نوت، وده جنرالايز ان سيز ستوت. ايه الامثله اللي معانا للبرزنتيشن اللي ممكن تبقى سبيسيفايد يوزنج ذا اسس سبيسيفايد؟ بتبقى ايه ليميتد سيمتومز اتاك اللي هي يبقى معانا السيمتومز بتاعت مرض زي سيبريشن مثلا بس مش كامله ليميتد، جنرالايز ان سيز ستوت نوت اوكرينج مور دايز ذان نوت وقلناها، الخيال كاب الويند اتاك. دي بقى يعني حاجه مش عارف هم حاطينها لنا ليه، بس هم واخدين كوبي من تكست بوك معينه وحاطينها بالنص كده. ايه هو الخيال كاب ده؟ ده مرض بيحصل لحاجه لدوله اسمها كامبيديا، دوله في اسيا. فاليونايتد ستيتس هم بيعملوا ريسيرشز لقوا ان الكامبيديان دولت عندهم بانيك سيمتومز، بانيك لايك سيمتومز. والبانيك لايك سيمتومز ديت سببها ايه بقى؟ ان الاشخاص دول مفكرين خيال يعني ويند باللغه بتاعتهم، انا حاسس يعني اللغه بتاعتهم ساعتها والله السنه اللي فاتت، ولقيت ان هي معناها ويند يعني خيال كهاب، ويند اتاك دي ترجمتها بالنص يعني. فهم مفكرين ان في ماده، معتقدين كده ان في ماده في جسمهم زي الهواء اللي هي الخيال ديت، الهواء ده في جسمهم والهواء دوت بيضغط على الرئه ويعمل لها مشاكل وبيضغط على الدم وبيعمل مشاكل وبيعمل سيمتومز كتير. اتاك اوف نيرفز، اتاك دي نيرفز او مالناش دعوه باللغه بتاعتهم بقى اللي هي اتاك اوف نيرفز دي، برضه نفس الكلام بيعتقدوا انه في اتاك للنيرفس وبيحصل لهم نيرايتس وكلام زي كده. تمام، دي الاذر نيرفس سبيسيفايد. مش عارف هو فين العنوان بتاعها، معلش ماشي العنوان بتاعها بعدله في الداتا وانزل. الاذر نيرفس سبيسيفايد انكزايتي ديسوردر الكاتيجوري دوت بيبقى بقى للبرزنتيشن للسيمبتومز كاستريس وانكزايتي ديسوردر ذات كوز كلينيكال سيجنيفيكانت مش عارف ايه، بس ما بيلبيش الفول كريتيريا لاي انكزايتي ديسوردر. والان سبيسيفايد انكزايتي ديسوردر بنقدر نقوله كده، بنستخدم الكلمه ديت لما ما يبقاش لاقيين ريزون للحاجات اللي عنده، مش لاقيين سبيسيفيك ريزون. يعني احنا في جنرالايز انكزايتي ديسوردر نوت اوكرينج مور دايز ذان نوت لقينا سبيسيفيك ريزون، يعني انه عنده جنرالايز انكزايتي ديسوردر بس مش مكمل الكريتيريا ده، بقى مش لاقيين له حاجه اصلا، مش عارفين نحطه تبع حاجه. وبيبقى انكلود البرزنتيشن ويتش از انسفيشنت انفورميشن تو ميك امور سبيسيفيك دايجنوز، مش لاقيين معلومات كفايه ان احنا نعمل سبيسيفيك دايجنوز مور. وبيتحط في اوضه الطوارئ، يعني مش في العياده عندك، لا انت في العياده عندك بقى خد منه هيستوري وروحه وتابعه 6 شهور وظبط الدنيا كلها، لا ده بناخده في الامرجنسي روم سيتي. تمام، الابيديميولوجي احنا كده خلصنا المحاضره، يعني احنا فاضل لنا الابيديميولوجي والايتيولوجي والتريتمنت، ودول 3 طرق في كل حاجه. الابيديميولوجي بيقول لك 1 من كل 4 اشخاص بيبقى عندهم الدايجنوستيك كريتيريا. انا انت لو مش رتب في الكليه عندنا هتلاقي كل الكليه عندها جنرالايز انفكشن ديسوردر، مش 1 من 4 اشخاص يعني. وان الفيميلز اكتر عرضه ان هم يجيلهم انفكشن ديسوردر زي الميلز، لان دايما معروف اصلا ان الفيميلز عندهم مش مظبوط، مالناش دعوه عشان الفيمينست ما يتكلموش علينا، بس هو دايما الستات قلقان اكتر، الرجال عندها مبالاه اكتر يعني. السيولوجي بتاع الانفكشن ديسوردر احنا عندنا كام كذا سيولوجي كده هنمشي عليهم، يعني في كذا سبب ممكن نرجح ان الانكزايتي السودا ده كده سبب. بتوع السايكولوجي لما سالناهم ايه سبب يا جماعه الانكزايتي السودا دوت، قالوا لك يا عم في 3 نظريات احنا ممكن نعتمدها. اول حاجه السايكو اناليتيكال ثيوري. السايكو اناليتيكال ثيوري ديت واحد كان قاعد فاضي وقال ايه، ان كان في ان في جزء عنده من في جزء من البرين او جزء من او في جزء من البرين انكونسشنس، يعني هو جزء اللاواعي والجزء الواعي. الجزء اللاواعي دوت فيه بقى كل الفانتسيز الوحشه اللي احنا بنفكر فيها واللي احنا ممكن نبقى عايزين نعملها، ولما الجزء اللاواعي دوت يهدد بان يدخل الجزء الواعي بتاعك ان هو بقى انك تعمل الحاجات دي فعلا او كده، فيبدا يحصل انكزايتي جديده. تمام، والكلام ده اتشرح في المحاضره بتاعت السايكوزس والنيوروزس المحاضره 10 كانت الصفحه الاولى، ارجعوا عطوها وما تكسروش ترجعوا تجيبوا. تمام، السايكو اناليتيكال ثيوري انكزايتي ريزلت فروم انتر سايكاتيك كونفليكت، في كونفليكت في صراع بين الشخص بين النفسيات بتاع الشخص. تمام، بين الانكونسشوال سيكشوال او اجريسيف ويشز، يعني هو عنده انكونسشوال حاجات لا واقعيه او لا ادراكيه ويشز امنيات لا سيكشوال سواء سوشيال او اجريسيف او عنيفه يعني، والثريت بقى ان هي الحاجات ديت من السوبر ايجو دوت يدخل الايرالت بتاعك ان هو يدخل الكونسشوال باث بتاع البين. تمام، دي اول واحده سايكوانيتيكال ثيوري. جه واحد تاني قال لك في حاجه اسمها بيهيفيرال ثيوري. البيهيفيرال ثيوري دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الكلاسيك والاوبن، بس احنا هنمشي هنا على الكلاسيك. دي محاضره بتاع الليرنينج، محاضره رقم 3 و4، ارجعوا عطوها وما تنسوش وما تكسروش تجيبوها عشان السيكاتري كله متصل ببعض، ما تكسروش تجيبوها يا جدعان. انكزايتي از كونديشن ريسبونس تو سبيسيفيك انفيرومنتال ستيمولس،
اشهر مثال معانا مثال الكلب اللي هو كان بيبين له جواز، فاللعاب يسيل اللي احنا عارفينه من السيري بتاع ثانوي، تمام. الكوجنيتيف بيهيفير ثيوري انكزايتي ريزلت فروم كوجنيتيف ديستورشن، يعني بيبقى نتيجه ديستورشن في الادراك بتاعه، نتيجه خلل في الادراك بتاعه، ده كوجنيتيف بيهيفير ثيوري. نيجي بقى على الحاجات بتاعتنا احنا كطب، يعني اللي هي ايه بقى البيولوجيكال ثيوري. البيولوجيكال ثيوري دوت بيقول لك بقى الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السي ان اس بيعمل بيبقى فيه انكريز سمباثيك تون، السمباثيك تون بيبقى عالي. السمباثيك تون اللي هو بتاع ايه، بتاع الابنفرين والنورابينفرين اللي هو الفايت اوف فلايت، زي ما قلنا في الهايبرثيرويديزم، يعني ان هو الهايبرثيرويديزم السيمتومز بتاعتها بتشبه مع السيمتومز بتاع الانكزايتي برضه، لان اصلا الهايبرثيرويديزم بتخلي السيلز او الريسبتورز مور سنسيتيف للكاتيكولامين، فالكاتيكولامين بتأدي اداها اعلى. فنقدر نقول هنا ان الاوتونوميك نيرفس سيستم لو في انكريز سمباثيتك تون ده يعمل الانكزايتي، تمام. ده تفسير بتوع الايه، بتوع السي ان اس بقى. النيوترون سيمترز برضه، النيوربينفرين احنا عندنا انتوا اكيد عارفين الكلام ده يعني، بس النيوربينفرين والسيروتونين والجبا دي حاجات، دي نواقل عصبيه في جسمنا مسؤوله عن الانبساط ومسؤوله عن القلق ومسؤوله عن الكلام ده. النيوربينفرين ده واحد من السمباثيتك ستيميليشن، واحد من اللي هم الكاتيكولامينز. بيقول لك بقى ان الافكتد بيشنت عندهم بولي ريجوليتد، بولي ريجوليتد يبقى عندهم يا اما اب ريجوليشن يا اما داون ريجوليشن. اب ريجوليشن يعني ايه؟ اب ريجوليشن يعني، بس طبعا هو هنا في الانكزايتي يبقى اب ريجوليشن، داون ريجوليشن بيبقى اكتر في الديبريشن. اب ريجوليشن يعني الريسبتورز اللي على السل بقت سنسيتيف اكتر، فلو انت مثلا عندك واحد كيتاكولامين بيعمل، نقول مفيش حاجه اسمها واحد كيتاكولامين يعني، او واحد بنفرين، مفيش حاجه اسمها واحد، بس نقول المثال يعني بيعمل مره واحده على الريسبتور، لا ده هيخليه بقى ايه، الريسبتورز بتبقى حساسه اكتر زي ما قلنا في الاكل سيرديزم كده للكاتيكولامين ده، فتزيد فتزيد ايه الريسبونس بتاعها، تمام. يبقى عندهم بولي ريجوليتد نو ادرينرجيك سيستم، ولو رخم معاك قوي بره الكتاب يبقى هو هنا مينلي اب ريجوليتد، داون ريجوليتد بيبقى مينلي في الديبريشن، والديبريشن بيبقى فيه برضه داون اب ريجوليتد بس هنا بيبقى اكتر، يعني بنقول غالبيه يعني. السيروتونين بيبقى عندك بقى ايه، بيقول لك هنا الحتت اللي بيحصل فيها انكريس سيروتونين تون اوف، السيروتونين بيتكسر كتير زي فين؟ البريفرونتال كورتكس، الكلام ده نحفظه ما جاش وصعب قوي يجي، بس انا بقول لكم يعني لو حب يرخم هيقول لي البريفرونتال كورتكس والنيكولاس اكامبانس والاميجدالا واللاترال هايبوثالامس، المفروض بتوع السي ان اس واخدين الكلام ده كله وظبط كويس. الجابا دوت، الجابا ده انهبيتوري نيورون ترانسميتر، المين انهبيتوري نيورون ترانسميتر في الجسم، هو جاما امينو بيوتيريك اسيد دوت. طب ليه احنا قلنا دوت؟ هو ما لقاهوش تفسير غير ان هو ان ما بين دي بنزو دايزيبين اللي هي بتزود الاكتيفيتي بتاع الجابا بتعمل بتعالج الانكزايتي ديسوردر. واحنا برضه من اول بعدنا كده احنا قلنا كله بيبقى هايبر، يبقى البيشنت بيبقى هايبر، فلما يبقى هايبر لما انا ادي له جابا، لما انا ادي حاجه تعمل انهيبيشن للهايبر دوت هيتظبط، فهو الجابا لو قليله هتخلي هايبر، يعني اللي هو بالايه بقى، بالبالانس التون، ان بالانس التون اللي هو مثلا انت عندك ايه اللي بيزود زي قد اللي بينقص، لو اللي بينقص قل، حتى لو اللي بيزود ما قلش الاكتيفيتي التاثير هيبان اكتر، تمام. البرين الصدي لو عملنا سي تي وعملنا ام ار اي هنشوف ايه بقى، هنشوف في زياده في السايد بتاع السيربرال فينتريكل، وفي فانكشنال ام ار اي ريبورتد ابنورماليتيز في الفرونتال كورتكس، يبقى في زياده في السايد بتاع السيربرال فينتريكل وفي مشاكل في الفرونتال كورتكس، تمام. يبقى فرونتال كورتكس وسيربرال فينتريكل. الجينيتك ستاديز بتوضح طبعا انت اي حاجه في الطب كله في اي ماده هتلاقي جينيتك ستادي. الجينيتك ستادي هي اي حاجه، اي حاجه في الجسم ليها جينيتك بيز، اي حاجه. بيقول لك الهيريديتري بريديسبوزنج فاكتور ان ذا ديفلوبمنت اوف انكزايتي. النيوراناتوميكال هنا بقى بيقول لك الحتت الاماكن اللي بتطلع، لو احنا مثلا قلنا في لو في مشكله في النورابينفرين هيعمل انكزايتي، ده في البيولوجيكال او البايوكيميكال. لو قلنا مش لو في مشكله في السيروتونين هيعمل برضه، فاحنا نشوف الحاجات اللي بتطلع الاماكن، الحاجات اللي بتطلع الاماكن اللي بتطلع الناكل العصبيه ديت، ونشوف بقى لو فيها مشكله زي ايه. الهايبوثلاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، الهايبوثلاميك بيتيوتري ادرينال اكسس اللي بي الهايبوثلاميك، بص في حاجه اسمها هايبوثلاميك تراك وفي حاجه اسمها هايبوثلاميك بيتيوتري سيركيوليشن. التراك ده بينزل فيه، احنا اول حاجه الغده النخاميه بيجي لها اوامر من الهايبوثلاموس ان هي تطلع الهرمونات اللي بتزود الهرمونات، يعني مثلا ايه، احنا عندنا مثلا ال هرمونات الغده الكظريه اللي هي الادرينال، ادرينال جراند هرمون، تمام. دي بتيجي نتيجه ايه، نتيجه ال اس تي اتش بيطلع من البيتيوتري فايه فيزود،
في حاجه برضه كمان بتطلع من الـ من الـ من الهايبوثالامس، هو اللي بيزود اللي هو بيخلي البيتيوتري تطلع اس تي اتش اللي هو سي ار اتش اللي هو الكورتيزون والريزنج هرمون. تمام، ده لو حصل فيها مشكله هيزود او هتنقص ايا يعني كان. الليمبيك سيستم، السيربرال كورتكس، الليوكاس سيريولاس اللي هي بتطلع النور ابنفرين اللي هي الاوريجن اوف نور ابنفرين نيورونز، والواف نيوكلوي الاوريجن اوف سيرتينوجيك نيورون بتاع السيرتونين، وممكن يبقى يلعبوا دور كبير في الانكزايتي ديزورد. خلصنا كده الايتيولوجي، نخش على التريتمنت. التريتمنت يا اما سايكوثيرابي يا اما فارماكوثيرابي. نبدا بالفارماكوثيرابي عشان سهلين خالص. احنا قلنا في مشكله في السيرتونين، فنعمل ايه سبيسيفيك سيرتونين ريابتيك انهبيتور، بندي اس اس ار اي بيمنع الريابتيك بتاع السيرتونين زي ايه؟ زي الفلوكزيتين، الفلوفوكزامين، الباروكزيتين. الكلام ده اتكرر معاكم 100 مره لحد دلوقتي العلاجات ديت، فانتوا لازم تكونوا عارفينها. وعندكم محاضره فارما في اخر المديول العلاج ده هتحفظه كله وهتبصمجه كله، كل الدنيا تبقى تمام. يا اما ندي اس اس ار اي، احنا قلنا برضه في مشكله كمان، قلنا قلنا اس اس ار اي، يا اما ندي اس ان ار اي، قلنا في مشكله كمان في النور بنفرين، فندي سيروتون النور بنفرين ريابتيك انهبيتورز زي الفينيلكزامين. يا اما ندي بنزوديازيبام اللي هي بتزود الجابا اكتيفيتي زي ايه؟ زي اللورازيبام والكلونازيبام والالبرازوبام. الالبرازولام تمام، نبصمجهم. خلينا نقول الاول السايكو ثيرابي بعدين نبصمج. الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي السي بي تي دوت يعني بيحاول يوصل بقى ايه لادراك الاشخاص، ان هو بنعمل ايه؟ بنعمل قاعده كده زي اللي بتشوفها في الافلام الاجنبيه، وكل واحد يقول مشاكله بحيث كل واحد الادراك بتاعه يوصل له، ودوت بتبقى بنشوفها اكتر في لو السبب بتاعه كوجنيتيف ديستورشن او وبيهيفيرال ابروتش ادريس سوماتيك سيمتوم، يعني بيخاطب الاعراض الجسديه بتاعته. تمام، بان احنا بنعمله بقى ريلاكسيشن، يعني بنريحه خالص. نعيد الحته دي ثاني، نقول بس الانسايت اورينتد سايكو ثيرابي بتركز على الانكفرنج انكونشس كونفليكت. الانسايت دوت بيقول لك ان هو بيبقى قاعد مع الدكتور بقى، والدكتور يحاول يعرفه على شخصيته ويواجه شخصيته. ماشي، كلام كبير كده وكلام مش بنعملوش في البراكتس قد كده يعني، او بقى بتاع السايكاتري اللي بيعملوه، بس الواحد ما يسمعش عنده قد كده يعني. تمام، نقول الحته بتاعت الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي دي تاني، ليها اسم تاني اللي هو كوجنيتيف ابروتش ادريس بيشنت. دي ليها محاضره مخصوص، المحاضره بتاع العلاجات بتاع السايكو ثيرابي دي. بيقول لك ان الكوجنيتيف ديستورشن والبيهيفيرال ابروتش دول، وبنعمل بيهيفيرال ابروتش عشان ادريس السيماتيك سيمتومز بتاعته، وان احنا نريحه، لان لو ريحنا بنخليه بنعمل له ريلاكسيشن تكنيك معينه كده وبنخليه يستريح بيها وبتخفف. يعني انت اي حد اصلا عنده انكزايتي المفروض نقعد نقول له اهدى، ما فيش حاجه، اهدى مش عارف ايه والكلام ده. تمام، لو في اي حاجه مش مظبوطه مش مفهومه، انا برضه ان شاء الله هعمل لكم، ممكن اعمل لكم فيديو كمان ريفيجن، لو يعني هبص على الكومنتات لو حد لو لقيت عدد معقول، او اي حد حتى لو واحد بس طلب فيديو للريفيجن عشان العملي، وهنزل لكم برضه اسئله على المحاضره. هعمل فيديو ريفيجن سريع كده على الانواع كلها، ونحاول نقول كيس. ولو في اي سؤال، اي سؤال مهما كان تافه في المحاضره تقولوا في الكومنتات، انا هبص ان شاء الله على الكومنتات. وهجين كان قال لي ما تقفلش المحاضره قبل ما اقول ان انتوا لازم تملوا الفورم بتاع الفيدباك، اهو املوا الفورم بتاع الفيدباك. شكرا، اتمنى تكونوا استفدتوا، واسف لو طولت عليكم.